بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا هاد لاطارت بالشوكولاتة، بالطعم كيعجب الصغار والكبار. بلا ما نزيد نطول عليكم، بداو على بركة الله في طريقة التحضير. هاد لاطارت اقتصادية كتحضر بيضة واحدة، وغادي تشوفوا معايا باقي المكونات. بالنسبة للدقيق عندي 250 غرام ديال الدقيق، بالنسبة للزبدة 125 غرام ديال الزبدة، بيضة واحدة، الراس المعلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة، 7 غرام سكر فانيلا أو لساشي واحد سكر فانيلا، ورشة ملح. عندي هنا نص كاس ديال السكر الخشن أو السكر سنيدة. وغادي نكملو هنا الحليب، تلاجتكم باقا قاصحة باقي ما تجمعاتش مزيان، تقدروا تزيدوا قطرات من الحليب. نبداو على بركة الله. أول حاجة كنحطو الدقيق، غادي نزيدو عليه الزبدة. الدقيق من الأحسن يكون مغربل باش يسهل علينا نخدمو، وكتجينا ديك لاطارت مزيانة. درت هنا الزبدة، زدت عليها الخميرة الحلوة، زدنا سكر فانيلا والملح، وزدنا السكر نص كاس ديال السكر. وغادي نبداو نخلطو غير بالاصابع. بالنسبه للزبده راه خرجتها من قبل من الثلاجه، يعني شتوها كي كتجينا ساهله بحال بوماده، كتخلطو بسلاسه كتجيكم ساهله في التخلاط، ماشي بحال اللي كانت قاصحه. بعد ما كنخلطو غير كتولي كاولا كنبسبسو كي كنقولو، كتولي كلها عباره عن تفرتيت ديال الزبده. عاد كنزيدو البيضه، كنخليوها هي الاخر باش كتجمع لينا العجينه. يعني هاد لاطارت من اسهل ما يكون، فاش ما يكونش عندكم الوقت تقدروا ديروها وديك الساعه تعمروها بالحشوه اللي بغيتو. هنا كيف قلت لكم غادي نديرو بيضه واحده، وغادي نخلطو المكونات حتى كيتجمع لينا العجينه، كتجمع العجينه وكتكون لينا لاطارت ديالنا. بالنسبه ليا كنحاول نخلي العجينه رطبه باش كتجينا ديك لاطارت رطبه ما قاصحاش فاش كنجيو ناكلوها. المهم كنغطيوه بكيس بلاستيكي، وغادي نخليوها اقل حاجه نص ساعه. غادي نرشو بالدقيق، اولا من الاحسن ديرو كيس بلاستيكي الا خفتوها ما تبغيش تهز ليكم. وكنسرحوها بالمدلك عادي حتى كتشد لينا شكل دائري على حسب الاطار اولا المول اللي غادي نحطوها فيه. ما درتها رطبه بزاف، داكشي علاش كندلكها غير بشويه. صافي حتى كتكون لينا هكا على شكل دائري، وغادي نهزها نديرها في المول ديالي. كنديروها في المول وما نساوش باش نديرو بالفرشيط، نتقبو بالفرشيط باش ما تنفخش لينا ويبقى الشكل ديالها، تحافظ لينا على الشكل ديالها. كنقادو الجنيبات كندخلوها الفرارة دغيا، كطيب ما كملاش حتى 15 دقيقة او لقل الا كان الفران سخون. انا بعد ما طابت صافي كنحطها جانبا. غادي نوجدو الكريمة اللي غادي نديروها فوق هاد لاطارت اللي ساهلة حتى هي. غادي ناخدو 300 غرام ديال الحليب، وغادي نزيد عليه 7 غرام سكر فانيلا. الا بغيتو يزيدو يبان مذاق الفانيس تقدروا تزيدو ساشي اخر. هنا عندي بالنسبه للدقيق والكاكاو خاص تكون 50 غرام، يعني بيناتهم هما بجوج. كنستمروا في التحريك باش ما يلتصقش لينا في اسفل الاناء. غادي نخلطو مزيان حتى ينسجم لينا مع الحليب. عاد كنزيدو باقي المكونات. بالنسبه للنار دايره نار مهيله حتى كنضيف المكونات ديالي كاملين. وغادي نزيد جوج علب اولا علبتين من الياغورت نكهه الفانيلا اولا ياغورت طبيعي على حسب الذوق ديالكم. انا درتو بنكهه الفانيلا. غادي نديرو اولا الا عندكم بواطه كبيره غتحسبوا تقريبا 4 المعالق كبار. غادي نخلطو هاد الياغورت مع باقي المكونات. الياغورت هو اللي كيزيد يعطي داك كيعطينا ديك التكستور اولا داك الخليط اللي كيجينا لزيج ديال هاد الكريمه اللي كتجي رائعه وكتجينا لذيذه.
وغادي نزيد كيس ديال الفلون بنكهة الكراميل، عفوا الا كان عندكم غيكون حسن، لما كانش تقدروا ديروا راس معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، او لا ديروا كوبيل يعني مسحوق ديال الشوكولاتة شي معلقة صغيرة باش يعطينا داك المذاق. هذه حتى الاخر حاجة، حتى كيبان لكم الخليط قرب يعقد او بدا كيعقد، عاد كتزيدوا داك الساشي ديال الكراميل ومعلقة كبيرة ديال الزبدة باش تعطينا داك اللمعان الخليط ديالنا او الكريمة ديالنا. كنبقاو نخلطوا فاش كيبان لنا الفقاعات، غادي تعرفوا باللي صافي الخليط راه عقاد معانا وبارك عليه. يعني نطفوه على النار، انا هنا طفيت على النار وبقيت كنخلط مزيان باش كتجينا الكريمه رطبه. غادي نحطها جانبا حتى تبرد ليا غير شويه، وغادي نكبها مباشره على الطاخت ديالنا. غادي نوزعها باش كتجينا مقاده، وغادي نخلي هاد الكريمه تبرد لينا شويه، وغادي نبداو بتزيين هاد لاطاخت ديالنا. اول حاجه نبدا بالجوانب، انا هنا خديت واحد المويس ودوزت الشوكولاته، شوكولاته عادي شوكولاته الدهن الا كان عندكم، دوزتو على الحاشيه ديال هاد لاطاخت كامله، وغادي نرش فوقها البيستاش اللي كان متوفر، الحاجه اللي كانت متوفره اولا اللوز مهرمش اللي متوفر، كتجينا هكا كنزينو الجوانب كيجينا زوين. هنا خديت جوج معالق كبار ديال شوكولاته الدهن ومعلقه كبيره ديال ياغورت، يا اما الطبيعي يا اما بنكهه الفانيلا، يعني خلطهم مزيان وزدت عليهم واحد شويه ديال اللوز مهرمش، اولا تقدروا تزيدوا غير من هذا الشيء اللي بقى لكم. بقيت كنديرهم فوق هذيك الكريمه غير بشويه، هذه الكريمه بعد ما صافي بردات، وكنبدا ندوز على الوجه ديالو مع ديك النكهه ديال الشوكولات والكريمه، كيجي واحد المذاق لذيذ بزاف اللي نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه باش تشوفوا هذه الكريمه كي كتجي مع الشوكولاته، كتجي رائعه، كتعجب الوليدات بزاف، كتعجب حتى الكبار. انا سرحتها مزيان وعطاتنا هذا الشكل هذا، نتمنى انه يكون عجبكم حتى نتوما وراقكم، وديروا حتى نتوما في ديوركم تجربوها للعائله ديالكم والاصدقاء. بالنسبه للمذاق ديالها جديد بزاف، نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم اولا الوصفه ديال اليوم، ونتمنى تشجعوني وتزيدوا تدعموني باللايكات ديالكم وتعاليقكم جميله والبارطاج على شله، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى اقتصاديه وسهله التحضير في قناتكم ساميه فود. الى الملتقى ان شاء الله. لكنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو ديالي، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الزر ديال الاشعارات باش يجيكم دائما الجديد. الى الملتقى.